ايه العبء اللي الجواز مش مصمم من اجله؟ حاجات كتير بس اقول منهم حاجتين 99% في من الناس داخلين على الجواز مستنين الحاجتين دول او ثلاث حاجات السعاده الحب المعنى على فكره الجواز مش بيجيب الحاجات دي خالص الحاجات دي تختبر في داخل الزواج لكن في فرق كبير ان يكون عندك مجال بتختبر فيه هذه الاشياء وتمارس في هذه الاشياء وتجد في هذه الاشياء وان يكون المجال ده هو المصدر والمنبع الجواز ما اتعملش عشان يخلق الحاجات دي انت انسان اعظم واعمق واكبر من ان الجواز يشبع لك الحاجات دي الزواج ليس مصمم من اجل السعاده السعاده باي برودكت السعاده ستاتي كمنتج عندما تعيش حياتك كرجل او كامراه ناجحه تحقق دعواتك في هذه الحياه تيموثي كيلر الرجل العظيم اللي بنصلي من أجله ربنا يشفيه كتب في كتابه الجميل عن معنى الزواج قال تنك الحب بتاعي أكبر جدا من إمكانيات كاتي مراتي أنا احتياجاتي للحب أعمق من أن الغلبانة دي تقدر تملاها أنا محتاج كتير قوي المعنى في الحياة كتير من الشباب عايز تتجوز لي يا حبيبي عشان الواحد كده يستقر بقى وي... ويلاقي حاجة ولا تستقر ولا يحزنون الجواز عبء الجواز للمستقرين مش للباحثين عن الاستقرار الجواز الجواز هم الجواز مشكله الجواز عبء مسؤوليه ضخمه لابد انك تكون سوليد لابد انك تكون من جوه مليان بالحب و... و... وليك علاقه بربنا تخليك لاقي معنى الحياه وبعدين تمارس رجولتك أو تمارسي أنوثتك الحقيقية داخل الزواج بعد ما خدت من إلهك الدعم والمعونة اسمع النص القديم ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا مش أصنع له مبهجا مسعدا أصنع له معينا يعني معناه أن الرجل ده في هم قدامه ومحتاج حد يساعده فالاثنين هيساعدوا بعض ف لما لما التصق بالرب بلاقي ان الرب بيقودني في حياتي الشخصيه ومن خلال الدعوه بتاعتي في الدنيا لاني استمتع بمحبه الله لي واجد السعاده الحقيقيه واجد المعنى في هذه الحياه فاصبح قادر على تحمل اعباء الزواج. ايه بقى اعباء الزواج؟ الزواج عبء لانه مسؤولية كبرى على الطرفين زي ما كان بيقول الأسيس سامح على الطرفين عليهم مسؤولية كبرى زي مثلا الراجل الأسيس قال أنه مسؤولية الراجل الرعاية والحماية to provide and to protect دي عايزة راجل عايزة راجل ما ينفعش واحد لسه عايز حد يطبطب عليه بقى ويدلعه ويكون قادر على أن يقدم حماية ويقدم رعاية أنا ضعيف ومحدود وكل يوم بختبر هشاشيتي وعجزي كإنسان أروح أترمي وأتدفى في حضن أبويا السماوي واقول له يا رب الضعف اللي ما اقدرش اقدمه ابينه قدام ولادي اقدر ابينه قدامك انت انا خايف من الدنيا انا خايف من الكورونا بس ما ينفعش ابان قدام عيالي ان انا خايف وضعيف لان انا مسؤول اني ابث فيهم الامان وابث فيهم الطمانينه طب اجيب منين انت ابويا استخبى في حضن ابويا عشان استمد القوه مراتي ضعيفه وتعبانه اروح استخبى في حضن ابويا لكي استمد حب وأرى في نظرة عينيه وهو يقول لي صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أقول له أنت بتحبني كفاية علي فأستطيع أن أحبها وأقدم لها ما يحميها من, من الانهيار النفسي ومن الشعور بالضياع فالزواج علي مسؤوليات الحقيقة كبيرة أكثر من مجرد أصرف على البيت مسؤوليات نفسية وروحية وأخلاقية في غاية الأهمية أنا مسؤول عن الولاد دول أطلعهم بني آدمين للمجتمع ولشعب الله فإذا ما كنتش ملتصق بإلهي مش أعرف أعمل المسؤوليات بتاعتي دي فعشان كده أسيب الآيتين دول التصقت نفسي بك فيمينك تعضدني